لو انت بتقدم سيرفيس فالموظفين بتوعك هم اهم راس مال عندك. انا مينا نسان ودي حلقات بيزنس بو. هقولك على 5 نصايح مهمين جدا تخلي بالك وانت بتتعامل مع الموظفين بتوعك. اول حاجة، لازم تسمع المشاكل بشكل كويس، وخلي صدرك رحب ان انت تسمع المشاكل وتدور انت وهم على حل ليها، لان ده فعلا هيدي انطباع ان انت واحد منهم وبتحل مشاكل. حاول تخلي الشغل مش روتيني، البروجكتس مش زي بعض، عشان ده هيخليهم موتيفيتد اكتر ان كل بروجكت بيبذل فيه اقصى ما عنده ويحطه في البورتفوليو بتاعه، ويبقى مبسوط كمان ان هو اشتغل على بروجكت جديد. خلي بالك ان انت كمان كمكان لازم تتطور، لان مفيش موظف دلوقتي بيحب يفضل في مكان ثابت زي ما هو. فخلي بالك ان انت دايما تطور شركتك وتخليهم حاسين بالتطور ده. حاول تخلي فيه تقدير للناس، تقدير معنوي وتقدير مادي، يعني اللي يعمل حاجه لازم ياخد التقدير بتاعه، لان ده هيحفز عندهم ان هم دايما يعملوا حاجات احسن. وخلي بالك ان كل ديبارتمنت عندك يكون ليه سايكل معروفه وديسكريبشن معروف، وكل واحد في فريق كل ديبارتمنت عارف الجوب ديسكريبشن بتاعه كويس قوي وعارف هو بيعمل ايه، علشان ده هيخلي فيه تنظيم اكتر ويخلي كل واحد قادر يدي كل ما عنده في الحته بتاعته. انا كمان بسعى ان الحاجات دي تكون في شركتي. انت بتسعى لده؟ انت قادر تحقق كام في المية من الخمس حاجات دول؟ استنانا في الحلقات اللي جايه علشان في كلام اهم.